يا صباح الفل على كل المتابعين بتوعنا. احنا بقى النهارده طالعين على وادي روم نتفرج عليه، ويا رب الفيديو يعجبكم. ولو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب والاشتراك في القناه. وكده ده مدخل وادي روم. ده المخيم اللي احنا قاعدين فيه في وادي رم او وادي روم زي ما بيسموه. يجنن صح ازاي. بصوا هندخل دلوقتي شكل الاوضه نتفرج عليها. بصوا عامل ازاي. بصوا الاوضه دي، الخيمه، تكييف، حمام، سراير. دي الخيمة، الأكل، وده المكان اللي احنا قاعدين فيه. دي حفرة الأكل اللي بتعمل فيها اللحمة، تبقى هنا كده وتتغطى بتراب وبعد كده ناكل. بصوا ده الخشب اللي بيتحط قبل الشوي في المكان ده، بعد كده يحطوا اللحمة وأفرجكوا عليه بعد ما ناكل. دلوقتي طالعين نتفرج على وادي روم والسفاري بتاعت وادي روم. وادي روم، وده اول جزء احنا ممكن نزوره. الناس بتطلع فوق لغايه فوق خالص في اول الجبل، تتزحلق على الرمله وتنزل تاني. بصوا في كميه افلام هنا اتصورت كتير جدا في الجبل ده والصحراء دي، وستار وورد وذا مارشال، كل الافلام دي اتصورت هنا، وفيلم لورنس العرب بتاع عمر الشريف. بصوا دي العلامات اللي موجودة على الحيطة، دي علامات بيزنطية وكانت معمولة عشان الناس تعرف الطريق، الاتجاه بتاع الطريق. ده الموقع اللي اتصور كل الافلام فيه الستار وور وكل الافلام اللي انا قلت عليها. شكل الجبل هنا جميل. بص شكل الجبل ده من جوه عامل ازاي. بصوا هنا لون الجبل اسود، اتحرق من الشمس من كتر الحرارة فاتحرق. بصوا لغاية دلوقتي الرحلة دي ما فيهاش أي حاجة غير اللي احنا بنتفرج على الصحراء والجبال الطبيعية بس على كده.
وانا مش متاكد دي ناس ساكنه ولا دي فنادق زي اللي احنا قاعدين فيها، بس دي لو فنادق زي اللي احنا قاعدين فيها بعيده جدا عن الارض. اوكي، دول طلعوا فيلات زي اللي احنا قاعدين فيها، بس دي بعيده جدا 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 عن الارض او يعني الطريق اصلا. معرفش الناس بتوصل لها ازاي او بتيجي تعمل هنا ايه. هو مور ان انف وان داي اي ثينك سو. يعني ده موقع تاني الناس بتقدر تطلع لغايه فوق عشان تشوف الفيو، بس معلش انا مش هقدر اطلع لغايه فوق عشان اشوف الفيو. المنطقة دي بتاعت لورنس العرب، هو جه واحد انجليزي جه عاش هنا وبنى البيت ده. ده البقايا اللي موجودة من بيته. بس الناس بتطلع فوق هايكنج لغاية جبل فوق خالص. دي العربيات اللي بتطلع بيها السفاري، وده موقع تاني من المواقع اللي ممكن تطلع تشوفه، جبل من فوق بيقولوا عليه البرج. ودي طريقة الطلوع لهذا الجبل. طبعا سامحوني انا ما اقدرش اعمل الكلام ده، ما خاطرش بحياتي عشان اطلع جبل بالهبل ده. طريقة النزول من الجبل بعد ما تطلع. والصخرة دي على شكل المشروم. ده أطول طريق بين جبلين في وادي رام. بس الصخرة اللي قدامنا دي شكل الكرت. الصورة دي بتاعت لورنس العرب كانت 1917. ده الراجل اللي جه هنا وقعد في الحرب العالمية الأولى، كان إنجليزي. ودي صورة الملك عبد الله 1917 برضو. دي المرحلة الثانية بعد ما دفنوا اللحمة والأكل والفراخ، بيغطوها برملة كده ويسيبوها تستوي لمدة ساعتين. وكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب. شكراً.